مساء الفل، اهلا وسهلا و300 مرحبا، منورتونا وكل الحاجات اللي بيعملها كانوا بيعملها بيعملوها اهلينا الطيبين، ربنا يرحم الجميع ويبارك في العايشين. وصلنا الى سيدنا اسماعيل. احنا عملنا الجزء الخاص بسيدنا اسحاق، ولما جينا قلنا سيدنا ابراهيم عليه السلام جدنا الاكبر، وفي اكبر منه جدنا الكبير، لان في سيدنا نوح وبعدين سيدنا ادم وسيدنا ادريس، يعني سلسله. فقلنا هنخلي سيدنا اسماعيل كده في ركن لوحده، ونتكلم عن سيدنا اسحاق وبعض الانبياء اللي جم بقى من ذريه سيدنا اسحاق اللي هو يعقوب، وبعدين يعقوب اللي هو اسمه اسرائيل، والقصص دي كلها. وبعدين وصلنا الى يعني سيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل في روايات كتيره عنه عليه السلام في التوراة، بس مش زي الأنبياء التانية، لأنه إيه ده النبي العربي، فهم حتى مش معترفين به في الإسرائيليات والكتب التانية، مش معترفين به كأنه نبي. لكن إحنا لازم نتوقف عنده جدا، مش بس لأنه الجد الكبير لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان دايما يقول أنا ابن الذبيحين. مين الذبيحين؟ إسماعيل، تعرفين قصته مع الفدا والحلم، وسيدنا عبد الله ابو سيدنا محمد، وبرده هو افتدى ابوه من الذبح عم مطلب. اوعى تنسى، انا هنسى؟ لا مش هفكروني. وعايزين نحكي الحكايتين، هنحكي ممكن نحكيهم يعني، مش بس المهم ان احنا وصلنا الى سيدنا اسماعيل. ففي روايات في التوراه احنا ملناش علاقه بيها، ومش كتير قوي، لان هم مهتمين بانبيائهم مش بتوع، بس لكن ما اعترفوش بيه، ولذلك هتلاقي في الروايات بتاعتهم في لخبطه. يعني في مثلا سيدنا اسماعيل جه مكه وهو عنده مثلا 16 سنه 17 سنه، فبوظ لنا القصه بتاعتنا خالص، فده يعني داخلين يعملوا شرخ كده، فما لناش علاقه بالقصه دي، خلينا في قصتنا احنا. اولا لازم تعرف انك نبي قدام نبي واخد صفات كتيره جدا. تلاقي الكتاب الكريم القرآن بيجي يذكر مثلا، واذكر في الكتاب مريم، واذكر إبراهيم، واذكر موسى، واذكر إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل. إيه مين هو ده؟ إنه كان صادق الوعد، أدي أول صفة، وكان رسول النبي، يبقى ثلاث صفات أهو، صادق الوعد ورسول نبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية، ادي صفه ثانيه، ده ربنا راضي عنه، ادي اسماعيل، ادي النبي اللي احنا في صدد ان احنا نتحدث عنه عليه السلام. بس كده؟ لا، هتلاقي القران الكريم عشان ايه نبقى يعني مسائل رشقه، بيقول ايه كمان عن سيدنا اسماعيل؟ واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل، كل من الاخيار، يبقى هو من الاخيار كمان، يبقى صدق الوعد، رسول النبي مرضي عنه، من الاخيار. كمان في آية تانية تقول إيه؟ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يا دي صفات إيه دي اللي واخدها سيدنا إسماعيل؟ وهناك هتلاقي سيدنا إبراهيم بيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وهب إسماعيل وإسحاق هبة من الله، يبقى هبة من ربنا ومن الأخيار ومن الصالحين ومن الصابرين ورسول ونبي وصادق الوعد. إيه صادق الوعد؟ قال لك إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد في ما يعد به الله أنه يعمله يعمله، وما يعد به العبد يعمله يعمله، فصادق الوعد، ما يقول كلمة يبقى تمام، سواء بينه وبين ربنا أو سواء بينه وبين البشر. احنا ما عندناش معلومات بتقول ان سيدنا اسماعيل كان عنده كتاب، لكن القصه ايه؟ ان سيدنا اسماعيل سيدنا ابراهيم طلب من ربنا ما كبر عايز يجيب ذريه، فربنا قال له هنهب ليك اسماعيل. فجه اسماعيل من هاجر دي، لما جه سيدنا اسماعيل هو وساره مصر، وانتوا عارفين القصة يعني، دي مش موضوعنا الوقت، لكن القصة ودخوله في مصر والملك مصر عمل ايه وحاجات زي كده. لكن خرجت سارة فداله الملك لسارة هاجر هدية،
بتروح بقى الكتب تروح بعيد بقى، وناس كتير عايزه تزق انها مش مصريه، ولا دي ما مش عارف دي عبده كانوا اسرينها، ولا هي ستنا هاجر هي من مصر واهديت لستنا ساره، ستنا ساره ما بتخلفش، فقالت لاسماعيل اللي سيدنا ابراهيم اتجوزها ونخلف منها، وخلف منها اسماعيل. جه امر من الله سبحانه وتعالى، دي المعلومات اللي احنا عارفينها. في المعلومات التانيه لما تجي لك زقها، لانها مش موثقه ومش مش مناسبه للتفاصيل بتاعتنا. دايما في ناس بتحاول تهد تفاصيلك تزق فيها كده، فتخليك لما تسمع دي تسمع دي تبتدي تشك، لا طب ازاي، طب ليه، طب فين. بس هو مش عايزين اكتر من كده ان انت تتبرجل. لكن الروايه اللي عندنا روايه تمام، سيدنا اسماعيل من هاجر اتولد، وربنا قال لسيدنا ابراهيم خدهم امشي بيهم، مشي بيهم. هو فوق في الشام في فلسطين، نزل وصل الى مكه. في المكان ده ترك هاجر وترك الطفل الرضيع الصغير، مش بقى عن 16 سنه بيقولوا، لا طفل رضيع صغير. والقصه المعروفه ان قالت له انت هتسيبنا هنا، فقال لها ما ردش عليها، انت هتسيبنا كده، فطب ده امر من ربنا. هو اشار لها في الكتب يقول كده، اشار لها ان نعم، يعني ايوه نعم مظبوط، اه ربنا اللي قال. فقالت له خلاص مش هيضيعنا، وقعدوا. وبعدين المايه اللي معاهم خلصت، الاكل خلص، بدات تسعى بين الصفا والمروه جبلين صغيرين كده اللي هم الصفا والمروه. ولما تروحوا ربنا يرزقكم زياره البيت الحرام هتلاقوا حتى الجبل، يمكن تبدا من الصفا والمروه هناك الناحيه الثانيه، الصفا هتلاقي المملكه السعوديه عاملين حاجه جميله، شايلين حته منه في ازاز كده، حته من الجبل موجوده، هتبص من الازاز كده هتلاقي حته من الجبل. ده المشوار اللي مشيته ستنا هاجر عشان تبي تدعي ربنا، وتبص على ناس يجيبوا لها ميه، بتدور على الميه، الميه انفجرت في كعب سيدنا ابراهيم. انا الحقيقه وقفت قدام كلمه كعب سيدنا ابراهيم دي، وعلاقه الاسم بالكعبه بالحاجه، لقيت ما فيش حاجه خالص، ده خيال عندي. لكن الميه بتقول الكتب ان هي في كعب سيدنا اسماعيل. انا قلت ابراهيم، لا سيدنا اسماعيل طفل، سيدنا ابراهيم مش موجود، مشي. في كعب سيدنا اسماعيل. وظهر البير وفضلت قاعده، وقوم هجوم العمالقه، وبعد كده الجراهمه، وقعدوا سيدنا اسماعيل قعد معاهم واتجوز منهم، اتجوز الاول من الجراهمه. وهنشوف بعد كده ان ابن اسحاق هيجي ياخد بنت سيدنا اسماعيل، دي برضو ملح محمود، مش تعرف ان العائلات دخلت في بعضها. عيسو اخو يعقوب هيجي لسيدنا اسماعيل ياخد بنته اسمها نسمه، اسمها يعني مختلفه، دي في حته كذا من حته في اسم يعني مختلف. سيدنا اسماعيل عاش في هذا المكان. لكن هل سيدنا ابراهيم سابه؟ لا، لان كل الاحداث بقى اللي انت بتشوفها بقى اللي هتشهي هتلاقيها حدث بقى كده، حدث كبير جدا. اولا انه جاله امر انه القواعد من البيت، روح اعمل القواعد انت واسماعيل. وانا حكيت لكم امبارح الحكايه ديت، القواعد يعني الكعبه كانت موجوده من امتى؟ اللي ما شافش قبل كده اللي احنا قلناه، قلنا الكعبه موجوده من الملائكه حطوها اول ما حطوها، بعدين سيدنا ادم عمل اصلاحات فيها، بعدين شيس، وبعدين وبعدين وبعدين. على فكره ما كانتش بسقف، ما كانش فيها سقف، وكان فيها باب الاول، باب على الارض، وبعدين بقوا بابين، وبعدين قفلوا باب وفتحوا باب، وقصص كبيره جدا. الكعبه عاشت تاريخ طويل، انا حكيت لكم موجز كده، بس ممكن في يوم تاني ان شاء الله احكي لكم التفاصيل الكامله، لانه الكعبه فيها حاجه ملفته جدا. ده قد ده، بس ده مش قد ده، يعني ايه مش مربعة، ده 12 وده 10، في فرق 2 متر، ده مش قليلين، انما طبعا ده لازم يبقى قد ده وده يبقى قد ده، فالكعبة مش مربعة لكن تقريبا مربعة، لكنها ولا مستطيلة، لكنها في السور بتاعها اللي فيه المزراب مقاس معين، واللي فيه الباب مقاس معين، والباب ده نفسه كان واطي على الارض، وكانوا بابين قصاد بعض، يعني يخشوا من باب ويخرجوا من باب، وبعدين في فتره قفلوا باب، وبعدين فتحوا الباب، وبعدين علوا الباب. علوا الباب ليه؟ قلنا عشان المطره والحاجات دي، قال لك لا عشان مش اي حد يخش الكعبه، كل واحد معدي كده بيلف يروح داخل، لا اقفل الكعبه وعلي الباب. وعلوا الباب مترين، مترين دي عشان ما حدش يقدر يطلع، ما حدش يقدر يقفز كده ولا حاجه.
وبعدين الباب كان حديد الأول، كان خشب الأول، كان بتاع الملك فهد ربنا يرحمه رحمه واسع يا رب، عملوه بالذهب الخالص. وتوسعه الملك فهد من اعظم التوسعات اللي عملت في الحرم، ودلوقتي هم شغالين توسعات حاجه جميله جدا بصراحه. نرجع لسيدنا اسماعيل بقى، فاقام القاعد خلاص. ادي موقف. الموقف الثاني بقى هو موقف الفدا اللي دوت. انا لما بشوف الايه تقف قدامي كده ببقى عايز اعرف ايه ده، ايه الحكايه دي. يعني انا لو ابويا قال لي انا شفت ان انا مثلا ان في بره مثلا قطه هتعضك وبتاع حاجات زي كده في الحلم، فاخرج شوفها، فهحس ان هو بيرميني في الجحيم، يعني مش هخرج، مش هسمع الكلام. فده قال له يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك، فانظر ماذا ترى. اولا القول من سيدنا ابراهيم قول جديد صحيح، قول ثقيل. يا بني اني ده هو اصلا سايبه مع امه وهو عايش بعيد بيجي له زيارات. هقول لكم مره في الزيارات حاجه مهمه برضه. يا بني اني ارى، خلي بالك معايا قوي، يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك، فانظر ماذا ترى. عمل ايه بقى دلوقتي؟ مش بقى قال له ايه بقى، طيب يا بابا نشوف كده، طيب بس بكره، طيب يعني. قال له يا ابتي افعل ما تؤمر، ها بس كده، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يعني افعل ده امر، اولا قال لابوه ده امر مش حلم، وانا هبقى صابر، ما تقلقش، مش هقعد اقول لك، مش هقعد ارفص، لا. حد جمل مع بعضيها مش معقولة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بعدين بدأ سيدنا إبراهيم ياخد ابنه ويطلع بجبل ويحط المحرقة دي الخشب، وينقي إسماعيل معاه الخشب عشان يعمل المحرقة، ويحطه فوق المحرقة. والكتب تروي لنا حاجه ملمح لطيف زي ما قلت لكم، لما قال له وحال بينهم الموج، بين سيدنا نوح وابنه وحال بينهم الموج عشان ابنه هيغرق. طب هيشوفه كده في عينه يغرق؟ قال لك لا، الموج حال بينهم فما شافوش خالص، يعني الولد اختفى، انما هيشوفه هو بيتشبث بقى بالحياه وكده لا. فهنا يقول لك الروايات ان سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل نام كده، يعني نام وشه مش في وجه سيدنا إبراهيم عشان ما يشوفوش وهو بيتبعه. وبعدين نزل بقى كبش عظيم ففديناه بذبح عظيم. قصة لازم تتأملها كويس، دي مش قصة للحكايات، مش قصة للحكاوي، عايزة تأمل كويس جدا. تصرف ما بين، على فكرة هو سيدنا ابراهيم كان معروف، انا نسيت اقول لكم، لما كان عمل لما بنى الكعبه كان بيعمل ايه بقى؟ يمشي في وسط الناس، يا ايها الناس بني لكم بيت فحجوا اليه، يا ايها الناس، يمشي في الجزيره يقول الكلام ده، بني ما كانش فيه البيت مش موجود. فكان يمشي ابراهيم، وانا اظن ان كان اكيد سيدنا اسماعيل معه بعد ما بنوا الكعبه، يمشي في وسط الناس يقول يا ايها الناس بني لكم بيت فحجوا اليه، عندكم بيت روحوا حجوا لي، عندكم بيت روحوا حجوا لي. نيجي بقى ملمح اجتماعي، ان يقول لك الروايات ان سيدنا ابراهيم جه يزور سيدنا اسماعيل فخبط على الباب، فكان سيدنا اسماعيل بر. سيدنا اسماعيل كان رامي قوس، كان من امهر العرب في رماية القوس، كان يصنع. دخل خبط على الست، فين اسماعيل؟ قالت له مش موجود. لا طب طمنيني يا بنتي على حالكم، هو راجل كبير طبعا لانه جاب اسماعيل على قبر اصلا. فقالت له احنا في اسوأ حال، وحالنا كرب، وحالتنا واللحمه غليت والفراخ غليت والدنيا مقفله. فقال لها طيب لما يجي اسماعيل قولي له يغير عتبه الدار ومشي.
فجي سيدنا اسماعيل دخل عليه قال له في راجل عجوز كده كبير جه وقال لي كذا، قال لي انت قلت له ايه؟ قلت له كذا، سالني كذا فقلت له كذا كذا كذا. فقال لي بيقول لك غير عتب الدرك، قال له على صعودي الى اهلك انه ابي ويامرني بان اتركك، عودي الى اهلك لانها ست مش كويسه. فضحت الراجل. بيتجوز تاني اسماعيل وبيجي سيدنا ابراهيم تاني، فبيخبط على الباب فبتفتح له ست، فبيقول لها اسماعيل فيها؟ قالت له ما نعرفش، وخرج يعني. قال انتوا احوالكم ايه؟ قالت له احوالنا زي الفل، احنا عشتنا كويسه واسماعيل كذا والدنيا حلوه ومش شكاء ولا بكاء وكل حاجه تمام. فقال لها قولي لاسماعيل ان انا جيت له وقولي له يثبت عتب الدار. فقال لها هذا ابي بيقول لي انه ابقيك انك تفضلي معانا. ده ملمح اجتماعي ليه بقى؟ لان دي فكره، لان احنا نشوف احنا بنعمل ايه في نفسنا. انزل على القهوه وافضح البيت كله، مش بيحصل ولا ده من عندي؟ نقعد في النادي ونقول ده بيعمله، ده بيسوي، ده البيت مش عارف ايه، ده العيال ايه، ده البتاع ايه، ده شوف. لمجرد الست قالت بكاء شكاء قال له سيبها دي مالكش لازمه. فده ملمح اجتماعي جميل جدا في قصه سيدنا اسماعيل، بحبه جدا من زمان قريته، بحب دايما اقوله لانه حاجه مهمه ناخد بالنا منها. طيب يا سيدي، سيدنا اسماعيل عليه السلام جاب قد ايه؟ جاب 12. هتلاقيهم في ابن كثير وفي الحلبي وفي السير يعني، واسحاق ابن اسحاق، هتلاقيهم كلهم 12 مفيش كلام. بس يختلف شويه في الاسم، يعني تلاقي عزاب مثلا اسمه معزاب مثلا كده. انما من اثنين من قدار طلعت السلاله بتاعته، لكن ال 12 دول خرجوا بره وعملوا الناس الشعب الشعوب الموجوده دي كلها. هكذا تحكي الروايات. سيدنا اسماعيل عاش 137 سنه. سيدنا اسماعيل كان في يعني في سفرية برة، وماتت ستين هاجر ودفنت فين بقى؟ انت عارف الحجر؟ شو قالك حجر اسماعيل؟ هي في الحتة دي، في حاجة جنب الحجر حاجة اسمها مقام ابراهيم، اللي هو جواه حاجة كده صخرة كده فيها رجلين سيدنا ابراهيم. ودي انا كنت اشرت عليها في حكاية كده انا مش مقتنع بيها، بس يعني اوكي. ده المكان ده. فوانت بتعمل عمرة وانت بتطوف حول الكعبة، اعرف ان تحت الارض دي حاجة ما حدش اختلف عليها. لما اتحكت ما حدش قال لا مش موجودة، هي موجودة هناك ستين هاجر. ولما مات سيدنا اسماعيل بعد عمر 137 سنة قالت فنوني جنب امي، هما كانوا بيدفنوا في مكان ليهم في فلسطين، سيدنا ابراهيم وسيدنا اسحاق ويعقوب، بيقولوا كمان راح في يوسف كده. دفن سيدنا اسماعيل في حجر الكعبة مع ستنا هاجر. وبعدين بقى هتمشي السنين بينه وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا سيدنا إبراهيم من سنة 2000 وحاجة قبل الميلاد لسنة 1800 وحاجة، يعني نقول إسماعيل عليه السلام كان في نفس الفترة، نقول 1700 وننزل يبقى 1700 قبل الميلاد، وبعدين نخش كمان في 600 يبقى 2300 سنة. عد الأجيال بقى اللي موجودة ما بين سيدنا إسماعيل حتى نصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين. عرفنا الذبيح الأول اللي وفدى ربنا بالكبش، الذبيح الثاني هو عبد الله. عبد المطلب قال لما كان بيحفر زمزم كان عنده ولد واحد، فالأهل قريش ضايقوه، فقال له يا رب لو رزقتني بعشر عيال عشان يبقى عنده عزوة حبح واحد منهم على الكعبة قدام الكعبة على الكعبة فدى الكعبة. فربنا رزقه بالعشر. فلما جه العاشر فقال انا لازم اوفي بما يعني عهدي الى ربنا، وعدي الى ربنا. فبتوع قريش قالوا انت هتعمل لنا دلوقتي عاده طقس في قريش ان كل واحد يجيب 10 عيال يذبح عيل. احنا ما ينفعش الكلام ده، احنا نروح لكاهنه، اظن كانت في اليمن مره قالوا، مره في حضرموت يعني في اليمن تحت في الجنوب، وتشوف لنا حل. فراحوا للكاهنه، يقال ان هم راحوا للكاهنه، ويقال حاجة تانية انه هم رايحين للكهنة تاهوا في السكة واحتاجوا مية ما لقيوش مية، لكن طلعت المية تحت رجلين
عبد المطلب، فقال له لا ده المايه طلعت تحت رجله وهو ده اللي عامل زمزم، احنا نرجع نضرب السهام وحاجات زي كده. لكن الكهنه قالت لهم اضربوا السهام حتى ترضى الالهه. ضربوا السهام دي بيحطوها في حاجه كده ويحطوا في السهام اسماء، يعني الابل عبد الله، الابل عبد الله كده، ويعملوا كده. طلع السهم عبد الله، مره ثانيه عبد الله، السهم قالوا 10 جمال حطوا 20 جمل، عبد الله حطوا 30 40 50 100 جمل. لما عند ال 100 جمل طلعوا السهم طلع الجمال مش عبد الله. فعبد المطلب راجل دقيق وراجل حقاني، فقال لا نعمل السهم كمان مرتين. فعملوا السهام مرة تانية طلعت الجمال، مرة تالتة طلعت الجمال، ففودي عبد الله لأن عنده مهمة كبيرة جدا بمئة جمل. يبقى عرفنا مين الذبيحين، أبو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن بعيد جده الأكبر سيدنا إسماعيل. خلي بالك ممكن تقرأ تفتح النت ولا حاجة تلاقي يقولك الذبيح هو إسحاق، مش إحنا ده، هم ملناش دعوة، الذبيح إسماعيل، انهم هم بيقولوا ان هو اسحاق، لانهم رموا الحكايه كلها في الناحيه الثانيه. وانا اشرت لكم ان اليهود كانت مشكلتهم مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ومع الدين الاسلامي ان سيدنا محمد جاي مش منهم، والانبياء بتوعهم كلهم جم منهم مع انهم موتوهم وقتلوهم، لكن عايزينهم منهم. فسيدنا محمد جاء من سلاله سيدنا ابراهيم عن طريق سيدنا اسماعيل، ولذلك هو ابن الذبيحين كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام.